زي ما نحكي على كرسي واربع ساقين، كما استطعنا على تبوري بساق واحدة. أما يدور على قميصين، شريك النسي، وقت اللي يلزم الدور دور. هذا كلام مونتاج. أو توكا نحكي على ديبيتينغ سوسايتيز، وإن شاء الله نجمو نتكلموا بالطريقة هذيك ونحكيو كما نحبوا. إن شاء الله ما يطلعش كيف كيف بساق في الزركولي كانونين بعد. طريقة أخرى. أما المفيد والمهم اليوم أن نكونوا ديما عندنا نظرة متفائلة، وأن فما عباد تأمن في قدرة كل واحد منا أنه يغير المعطيات. كي تبدل في داركم حاجة، ممكن يخلط الصابون ويولي بالجل دوش به. كيف كيف في الليسي بدل حاجة، في الجامعة تبدل حاجة أخرى بشوية بشوية، راهو الإمباكت نتاعهم كبير برشا، ونجم كل واحد يكون فرد فعال في المجتمع نتاعنا. باش نتعداو من الديمقراطية ومن البوليتيك ومن السيتويانتي، باش نرجعوا للفن، وباش نرجعوا كيف كيف للثقافة، على خاطر نعرفوا كان فما مقوم مهم ياسر اليوم اللي ينجم يعاون العباد، فيك الإسبري أوفير اللي نحكيو عليه، تو بي أوبن، إبا ينجم يكون هو الفن، على خاطر الفن يعاون أننا نتحملوا أول حاجة الوجود ساعات صعيب يظهر أبسورد، ما عنده علاش، وعلاش نتعب في روحي، إبا ساعات الفن عنده إيجابيات للحكاية هذيا، نحتاجوا له في كل خطوة باش نخطيوها، خاصة باش العباد ما تنساش. اللي ما فماش كان عبر فما نجم نقولوا اون فاريتي يا با دي اه سا سالومي هذاك فن سي سي دلا سالومي سي بون ريت بدون ما تحكي على الفن تشعل الدنيا لطيف. أنتو كان نستقبلوا الفنانة السورية الكاتبة الباحثة والفنانة رندا كاسيس. هي في حد ذاتها تحفة فنية رندا. نعطيوها الكلمة إن شاء الله على الأقل تعطيكم الشعلة باش تتمنوا بالفن في المسار بتاعنا. تحياتي وشكركم. الموضوع ما عنده كثير مختلف عن المواضيع الاخرى. راح احكي اليوم عن البروتوتيب كولتوريل اللي هو اسمه النموذج الثقافي مثل ما وصفوه الانثروبولوجيين وقت اللي اعدوا دراساتهم وابحاثهم في المجتمعات والقبائل الانديجين والابوريجين. وطبعا كان هناك دراسات اخرى بس ما لحقوا يجوا لعنا لانه للاسف الشديد مسكره. فاذا اختلاف النموذج الثقافي وامكانيه تغييره. ما تخافوا ما راح اقرا لكم اياه كله. طبعا نحن اليوم نعيش بظل ثورات. هاي الثورات منها نجحت مثل ما حصل في تونس في مصر، وما زال بعض الاخر للاسف الشديد يعني يقاتل من اجل ان تنجح ثوراته. لكن نتساءل هل فعلا الثوره نجحت؟ طبعا قبل ان نتكلم عن الثوره نجحت، لكن اهداف الثوره لم تنجح. ما هي اهداف الثوره؟ قامت هذه الثوره اول شيء من اجل ضد الاستبداد، هو استبداد ضد الحاكم، لكن ليس هو فقط كان يريدون ان يثوروا ضد الحاكم، هي بالمعنى الاصح هي ثوره ضد منظومه الاستبداد. ما هي منظومه الاستبداد؟ تبدا من الاسره المجتمع وطبعا تنتهي بالحاكم. فينا نقول انه شو الاهداف تبعه؟ نتكلم دائما عن العداله، لكن اهم من العداله هو الحريه. وهون كمان لازم نفهم ما معنى الحريه. هل الحريه لها حدود معينه؟ يعني هل يمكن للحريه ان تكون مشروطه؟ جميعا في اي مجتمع بالعالم نحن مجتمعات مشروطه، الفرد هو كونديسيوني مثل ما بيقولوا من خلال ثقافة آتية من المحيط الخارجي. طيب كيف يمكن أنه الفرد أن يتخلص من هذه الثقافة المشروطة؟ لا يمكننا أن نتخلص منها بالكامل، لكن يمكننا أن نفكك، وهذا ما سأتطرق عليه طبعا، أن نفكك الأنا الذي هو يستمد بناءه من المحيط الخارجي الذي هو نسميه الوعاء الثقافي الموجود لكل مجتمع. فإذا الحرية نحن لا يمكن أبداً
انه ان نحدها او ان تكون مشروطه، لانه اذا حديناها فمعناها انه نحن نقضي على الابداع، الابداع عند الفنانين، عند المفكرين، عند المثقفين، عند الجميع. فاذا لا يوجد بهذا المفهوم لا يوجد تابوهات، اي كان من التابوهات. ان كانت تابوهات ما دام نحن نتكلم عن الفكر فبهالحالة نتكلم فقط عن الدماغ والعقل، لا نتكلم عن التفاعلات النفسية أو مسألة الإيمان. يعني الإيمان هي ليس فقط الإيمان بدين معين، كل إنسان هو يؤمن بشيء معين، إن كان يؤمن بذاته أو يؤمن بقوة خارقة أو يؤمن بدين، بالنهاية هو إيمان. هذه إيمان أرضيته هي التفاعلات النفسية. أما الدماغ فهو يجب أن يكون راسيونيل، يعني أن يكون منطقي، يعتمد على العلم التجريبي. طيب طبعا يختلف النموذج الشخصي، تختلف كل مجتمع عن المجتمع الآخر، وخصوصا إذا كنا نتكلم عن منطقتنا، يعني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نقول عنها مناطق أو بلدان عربية، مع أنه أنا أعتقد أنه سكان، مع أنه أعتقد أنه يعني حفاظاً على القوميات الأخرى والأقليات القومية الموجودة في هذه المجتمعات، علينا على الأقل أيضاً أن نتخلى عن هذه التسمية. يعني يمكن أن تجمع هذه البلدان أشياء كثيرة، لكن أن نصفها جميعاً أيضاً بالعربية، هنا أيضاً أعتقد من وجهة نظر خاصة أنه فيها قمع لقوميات أخرى، لأنه القومية الأخرى الموجودة في بلد معين مثل شمال أفريقيا، أنتم لديكم الأمازيغ، نحن لدينا الأكراد، في هناك قوميات أخرى، في كل بلد لها قومية أو قوميتين أو ثلاث. في سوريا موجودين الليزاسيريا، الآشوريين، الأرمن، الكورد، الكورد، الليزاسيريان، السيرياك، ليلي. فإذا نحن وقت نتكلم عن عربية معناته أول شغلة نحن نحدث انشقاق في المجتمع نفسه، لأن القومية لا يمكن أن تنتمي إلى قومية أخرى، لكنها يمكن أن تنتمي إلى دولة تحفظ لها حقوقها وحقوق المواطنة وخصوصا حقوق الفرد. فإذا بالاختلاف هذا النموذج كلياته، الموروث الثقافي والتاريخي الموجود في هالمنطقة كلياتنا، يوجد هناك أيضا اختلاف بالنموذج الأنوي. ما هو النموذج الأنوي؟ طبعا النموذج الأنوي أيضا يستمد ثقافته من المحيط الخارجي ومن أيضا الحرية، يعني الحرية الموجودة لديه، هل يستطيع أن يستخدم عقله؟ هل يستطيع أن يفكر ضمن إطار محدود؟ أو يستطيع أيضا أن يبني لنفسه خيالا أوسع من هذه الثقافة الموجودة في المحيط الخارجي؟ طبعا هذا كله بنوصله إلى عملية إدراك الأنا. وهون طبعا فيني بس أحكي على موضوع الأنا، لقب ليونيل نكاش وهو نغولوج، النغولوج فرنسي، فسر بناء الأنا أنه هو يعتمد على معتقدات ورؤى وثقافة وخيال، كلها يبني الإنسان هذا الأنا. لكن ببناء هذا الأنا يستطيع، يعني يصبح منغلقا على نفسه، لا يقبل الآخر ولا يقبل إدراك الآخر ولا يقبل أي معرفة أو معلومة تأتي من الآخر لا تتطابق مع معلوماته. فإذا نحن من أجل أنه أن نطمح أن يكون لدينا أفراد ومجتمعات حرة بكل معنى الكلمة، علينا أولا أن نتعلم كيف نفكك هذا الأنا، ومن ثم بعد تفكيكه أن نعيد بنائه من جديد. هي عملية مستمرة وليست عملية لمراحل معينة. فإذا نحن وصلنا أوكي. طبعا جميع المجتمعات والأفراد جميعنا نريد الأفضل، يعني دائما نبحث عن الأفضل ونحدد الأفضل والأسوأ حسب القياسات التاريخية والعاطفية وإلى آخره. لكن لا يوجد هناك أفضل أو أسوأ في المفهوم الفلسفي، مثل لا يوجد خطأ أو صواب. الخطأ والصواب هما بالنهاية
مترابطان مع بعضهما، لأنه لولا الخطأ لما وجدنا الصواب، وهذا الصواب يمكنه أن يكون خطأ في مرحلة لاحقة لكي نصل إلى صواب آخر. فإذا هو مختلف، مثل الحقيقة، مثل مفهوم الحقيقة، لا توجد حقيقة مطلقة، الحقيقة مختلفة حسب الزمان والمكان وحسب المجتمع والوعاء الثقافي لهذا المجتمع. عندما نتبنى مفهوم اللا حقيقة، عندما نتبنى مفهوم التغيير، هنا نستطيع أن نقول إن إدراكنا، أو نستطيع أن نقول إن بدأنا بتوسيع الإدراك وقبول الآخر. هذا القبول يبدأ من الذات ولا يبدأ من الآخر. أن نقبل الآخر هو يعتمد بتبنينا على مفهوم التكامل وليس مفهوم الإلغاء. للأسف الشديد إنه مجتمعاتنا بعد سنين طويلة وعهود طويلة من الاستبداد أصبحوا الأفراد لاغيين لأنفسهم ولاغيين للآخر. أصبح الآخر يمثل لهم شكلا إلغائيا لذات، لهذا الذات. عندما نتعلم أن في كل ولكل فكر أو لكل أنا خصائصها، ولكل أنا بالنهاية عبارة هو عبارة عن تكملة لهذا الأنا الآخر، هنا نستطيع أن نرسم صورة أفضل للمجتمع الذي نحن نعيش به. ماني شايفة شي فاروق. أوكي. فإذا كما قلت إنه طيب كيف هو بشكل عصبي، خلونا نشوف ما هو كيف يتم بناء هذا الإدراك. طبعا هناك صور، وهذا ما يسمى بعلم الأعصاب لريبريزونتاسيون مونتال. كيف نتلقى الريبريزونتاسيون مونتال بحيث إنه نحن نستقبلها. جميعنا طبعا نحن لدينا ذاكرة، والذاكرة منقسمة ثلاثة أقسام: الذاكرة الحسية، الذاكرة ذاكرة العمل أو الذاكرة القصيرة، والذاكرة الطويلة. طبعا الذاكرة الطويلة هي التي تحفظ المعلومات وتصنفها أيضا. الذاكرة الحسية أي معلومة نأخذها من الخارج تمر، يجب أن تمر من الذاكرة الحسية حيث نلتقطها من أجل أن تشكل، إما أن تذهب إلى الذاكرة القصيرة وهي ذاكرة العمل أي الذاكرة الواعية، أو أن تذهب إلى الذاكرة الطويلة وتختزن هناك، وبعدها يصبح تمثيل عقلي، وهذا التمثيل العقلي يأتي بطريقة ما ولحدث ما إلى الوعي حسب، وطبعا يعتمد على الكثافة والمدة الزمنية له طبعا. وهذا ما حصل بالنسبة للثورات. عندما أشهدت ثورة تونس لم يكن البعزيزي هو الأول الذي نستطيع أن نقول سيبتيمولي بار لو فو، لكن كان هناك آخرون سبقوه وطبعا وتمردوا على واقعهم، لكن لم يعطوا أي نتيجة. لماذا لم يعطي أي نتيجة؟ لأنه بكل بساطة هناك حدث أو هناك شيء خارجي تعامل مع هذا الحدث كي يتفاعل فيه أو معه الأفراد فيتوحدوا في المعاناة. وهنا نتكلم عن توحيد الأفراد بشيء حسي، أي أن الذاكرة الحسية، أو خلونا نقول أنه الحس أو الانطباعات الحسية هي التي قادت هؤلاء الأفراد من أجل التوحد مع معاناة فردية واحدة. طبعا بعدها كانت الأرضية في المجتمعات كلها أرضية هشة، يعني صالحة لأن يكون هناك تغيير. التغيير لم يأتي بين ليلة وضحاها، التغيير أتى بعد معاناة لفترة طويلة جدا، انتقالها من بلد إلى آخر لأن المعاناة كانت واحدة. وبما أن المعاناة كانت واحدة فأصبحت أيضا أصبح هناك سهولة في انتقالها من بلد إلى آخر من خلال هذه الذاكرة، ودعونا نقول الذاكرة الطويلة ونلقبها الذاكرة الطويلة الجمعية.
انه بحكي كثير بس نشرب حليب. اوكي. فاذا يعالج الدماغ طبعا الثقافه الاجتماعيه تستطيع من خلال الدماغ عن طريق الاحاسيس المتفاعله ان تعالجها، اي نستطيع القول ان البيئه والمحيط الخارجي هو الذي يشكل الحافز الاكبر للخيال المؤسس لبنيه الانا الفرديه. هناك في نقطه كثير مهمه، المعلومه نعم مهمه، لكن هناك فرق ما بين المعرفه والمعلومه. المعرفه المعلومه هي التي نتناقلها، والمعرفه مرتكزه على معلومات كثر، لكن ما يزيد يعني الفرق بين المعرفة والمعلومة هو ذلك الخيال الذي يتداخل عند الفرد في هذا الأنا الفردي كي تتحول المعلومات إلى مع عملية إبداعية تتحول إلى معرفة أخرى. لهذا من أجل المعرفة علينا أول شيء أن يكون عندنا أن نستطيع الحصول على جميع المعلومات من غير أي شروط أو من غير أي سانسور أو رقابة كما تفعل بعض المجتمعات. وللأسف الشديد أن هناك أيضا معلومات لا تتناسب مع خلونا نقول الأسس التي يمكن أن نطلق عليها العادات التقاليد وإلى آخره، لا تتناسب مع عادات هذا المجتمع. هل معنى هذا أن أن سانسور المعلومة لأنها لا تتناسب مع هذه العادات؟ فإذا فعلنا هذا الشيء فإننا بهذا الشيء نحن نقمع أيضا الفرد، وليس فقط نقمعه بشكل لا وعي، ربما هو لا يشعر به، لكن نحن بالنهاية لا نعطي الفرصة لأي مجتمع أن يتطور، لأن المجتمع عندما يتطور من خلال أفراده وليس العكس. الأفراد هم الذين ينطلقون بأي مجتمع نحو الأفضل وعملية التطور. طيب، فإذا أعتقد أني تكلمت عن الأنا والمعلومة تكلمت عنها. فإذا طبعا هناك في تجارب كثيرة مثل تجربة بورس عام 84 وتجارب أخرى هاردا عام 1990 توصل الباحثون في العلم الدينامي والعلم المعرفي. هون يتكلمون عن نتائج تأثير التمثيلات تحت الوعي المثيرة لأفكارنا ومشاعرنا، حيث تكون هي الدوافع المحركة لنا من خلال طبعا بشكل لا شعوري. فإذا هذه التمثيلات اللاواعية هي التي تدعنا نتأقلم مع المحيط الخارجي ومع البيئة الخارجية. لا شك ولا يجب علينا أن لا ننسى أن البيئة أيضاً هي التي تخلق بعض السلوكيات، وهي التي تخلق أيضاً يعني تدفع الأفراد والمجتمع والجماعة لتشكيل أخلاقيات معينة. دائماً نتكلم عن أخلاق، لا توجد هناك أخلاق ثابتة. طبعاً ربما ستقولون لي إذا لا توجد أخلاق ثابتة فكيف يمكننا أن ننتظم تحت إطار واحد جماعي؟ عندما نتكلم عن أخلاق ليس بالمعنى أننا نتكلم أو أننا نبيح كل شيء. نحن بشكل متصاعد، المجتمعات والبشرية تتطور بشكل تصاعدي وليس بشكل دعونا نقول تهابطي، ممكن نقول تهابطي. فإذا بما أننا نحن نتكلم بشكل تصاعدي، فإذا نتكلم عن تطور هذا الوعي. هذا الوعي لم يتطور إلا بعد أن اكتشف الإنسان اللغة، أو بالأصح استطاع أن يكون هناك تعبير لغوي له. هذا التعبير اللغوي أتى أيضا من تطور مورفولوجي حسب ما قال طبعا إيدلمان اختصاصي في علم الأعصاب. إيدلمان أنه التطور المورفولوجي هو الذي سمح للإنسان بتشكيل وعيين، والذي هو سماه الوعي
الأولي وهو la conscience primaire والوعي الأعلى. الوعي الأعلى طبعا يرتكز هنا، أصبح للإنسان أصبح لديه مفهوم آخر يختلف عن الحيوان، وهو مفهوم القيمة، أن يعطي القيمة للأشياء وللأغراض وللخارج. من هذا القيمة هي التي صنعت مفهوم الأنا. هذا المفهوم تطور عبر العصور طبعا حتى اكتشف الإنسان الكتابي، وبعد الكتابة تسارعت الخطوات أو خطوات تطور البشرية. نحن اليوم في هذه المنطقة، ودعونا نتكلم منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا بالتحديد، منطقة ما زالت زيرو غلط ما عاد فيني يقروها لألكم. طيب ماشي، رح أعملها بسرعة كبيرة. نو ميرسي أبو ميرسي. فإذا المهم لو بشكل سريع رح لخص، وهو أنه دعونا نستطيع أن نفصل عقلنا عن قلبنا، أي من يريد أن يؤمن فليدع إيمانه في قلبه، وفي نفس الوقت لكن أن يتعامل مع الخارج، أن يتعامل مع إدراك الأنوات المتعارضة الأخرى، مع المفاهيم، مع النماذج الثقافية بشكل عقلاني واعي مستند فقط على التجارب العلمية. شكرا. طبق اسمي وطفتك زين. عندك ولا ما عندك؟ في مجلس الفرق بين العبد والحيوان الابرين مورفولوجي مثلا. اون توكا اللي نجم نقولو، فما نقطة جست نراجع فيها رندا، نقطة الحرية والابداع. تخيل كان فما فترة في تونس شفنا فيها الحرية شنو تنجم تعطي ساعات وقت اللي تبدا نحكي عقلانية الفترة الأخرانية. لو تو إي لو ريان، كيما سمعنا وشفنا برشا حاجات باهية لمن حتى الحرية، كيما شفنا تجاوزات بصراحة نسميها خرق أنا أكثر من التجاوز، معناتها حاجات توجع القلب، معناتها تحس كأنه الإنسان ما عادش عنده حتى إطار موجود فيه. دايوغ ما عادش نحكيو على حاجة قلق شوية، البوسة. قبل فما فيلم فيه بوسة بوسة بوسة. البوسة قبل كانت محلاها الفيلم ولا في الكتاب. تجي ما تعرفش كيفاش ويخبيها ويعمل فيها العبارات الكبيرة باش تتعدى على أساس أنها حاجة هكا فنية. لو كي تقرا البوسة في ستندال في لوغوجي لونواغ، مش كيما يحكيك عليها عمر بن أبي ربيعة. مش كيما. أون توكا المفيد اللي ساعات لي لينيت والحدود باهيين راهو. فما حدود الأخلاق، فما اللي يحكي لك على المغال، فما اللي يحكي لك على العرف، ولا اللي يحكي لك على التقاليد والكوتشيم نتاعنا. الإبداع صحيح مربوط بالحرية، ما نجموش نسكروا على الفنان خاطر ما يجمش يحصل روحه في إطار معين، ما يجمش يقول القريحة نتاعو باش تخدم في إطار معين، لكن الاحترام نتاع الآخر باهي برشا. فما ماذا بيا نبدلوا الكوجيتو نتاعنا في بقعته اللي نراو فيها الفترة الأخرانية توجع القلب. جو سوي كارتوي كوم موا، هذايا ما نحبوهاش بالكل، معناتها تخبى ورا الجروب. فما جو سوي كارتوي ديفيرون دو موا، خاطر أنا نعرف روحي وقت اللي راك ماكش كيفي. يلا نتلقاو ربع ساعة أخرى، ما ساعتين ونص، طول أو خفيف، بدي تكون